مؤخرا فعاليات الدورة 20 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور الدكتور عبد المنعم كامل رئيس الأوبرا. إقامة المهرجان تأتي كمبادرة لكسر قرار إلغاء المهرجانات الفنية التابعة لوزارة الثقافة والذي أصدره أبو غازي عقب توليه مسؤولية وزارة الثقافة. العرض بتاع النهاردة عبر عن اللي احنا بنعانيه كله، وبعدين أنا شايفة إن المهرجان يمكن يبتدي يطلعنا شوية، نبتدي نحس تاني بنوع من الفرح، نبتدي نحس تاني بالتفاؤل. إنما احنا يعني كان في كده انقباض وكان في عدم ارتياح فترة ما، فأنا متهيألي إن المهرجان ممكن يعني يسعد عدد كبير قوي. ويكرم المهرجان في دورته الحالية 9 شخصيات من الذين ساهموا في إثراء حركة الموسيقى العربية بإهدائهم شهادات تقدير ودروع الأوسكار يقدمها وزير الثقافة وإدارة المهرجان. طبعا كانت الدورة دي مهمة جدا، لأن أنا كنت ضد أي إلغاء لأي مهرجانات دولية بتقوم في مصر، لأنها دي ليها أثار سلبية على الأمن المصري وسمعتها بره، فكنت شايف ان يعني بعايز احيي فعلا المسؤولين عن المهرجان هنا ان هم صمموا وقرروا ان هم يقيموا المهرجان عادي زي كل سنه. فطبعا بحييهم، وشايف ان مصر برغم اي ظروف هي فيها هي ما زالت على مستوى الفن، هي ما زال ليها الرياده وهي الحضن اللي يقدر لازم يكرم ولازم يستقبل الفنانين العرب، وما ينفعش انها تغيب عن سنه من السنين خالص عن دورها ده. اعتقد ان انا كنت بنتظر اي مناسبه تيجي علشان اقدر اقدم فيها حاجه للثوره، فاعتقد ان مهرجان الموسيقى العربيه 20 كانت محطه مهمه جدا جدا، ان دايما مهرجان الموسيقى العربيه بيجمع مطربين عرب كتير. فالحمد لله ان السنه دي كان في سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي بلاد كتيره مشاركه معانا، فاعتقد ان كان مهم جدا ان انا من خلال مهرجان الموسيقى العربيه كان لازم اقدم عمل احيي فيه شهداء الثورات العربيه. احمد ربنا واحمد يعني واشكر الله عز وجل انه اتى هذا التكريم وانا في هذا العمر، لان انت عارف دايما ابدا في مصر بيكرموا الناس بعد ما يموتوا، فكويس انهم لحقوني في عام 80 يعني. فشكرا طبعا لإدارة المهرجان وشكرا لهذا الصرح العظيم. عايزة أشكر القائمين على المهرجان بالتحديد الدكتورة رتيبة الحفني اللي خدت على عاتقها الشجاعة دي والإقدام على أنها تقدم لنا مهرجان موسيقي في الظروف اللي احنا بنمر بيها، عندنا انتخابات وعندنا إضرابات وعندنا حاجات كتير احنا يعني تعبانين منها، لكن احنا محتاجين جدا أننا نسمع موسيقى أصيلة في وسط الظروف اللي احنا عايشينها. مهرجان الموسيقى العربية له خصوصية انه في هذه الدار الناس بتيجي كي تستمتع بالغناء اللي عاشوه واللي عاشوا زمانه والغناء اللي لازال يسكن في الاذان بتاعتهم. هم يعني طبعا الشباب له حفلاته الغنائية اللي على طوال العام، انما مهرجان الموسيقى العربية هو مهرجان للغناء الراقي اللي لازال الناس في حالة شوق دائم له، لأنه مع الأسف الفضائيات والإذاعات الخاصة حتى الحكومية بتتجاهل هذا الغناء وبيفرضوا على الناس لون تاني من الغناء لا يمثلهم ولا يمثل حياتهم.